صباح الخير جميعا، اليوم هو 14 من مارس 2020. إذا اليوم هو يوم من أيام تطور فيروس كورونا في العالم وانتشاره بصفة سريعة، خاصة الآن في أوروبا التي تجاوز أعداد المصابين فيها الصين البؤرة الفيروس والمكان الذي ظهر به الفيروس. إذا كما عودتكم وبعيدا عن موضوع مواضيع العصافير، الحالة اليوم بالمغرب بخصوص موضوع كورونا وبالتحديد من مدينة القنيطرة، الحياة جد عادية، فكما ترون في هذا الفيديو الحياة جد عادية، فالأمور تسير وكل أمور تسير على ما يرام، رغم أن المغرب اتخذ خطوة حميدة وهو قطع الخطوط البحرية والخطوط الجوية مع الدول التي تعرف إصابات كبيرة مثل فرنسا، بلجيكا، ألمانيا إلى آخره. إذن الحياة كما ترون هي جد عادية، المقاهي ممتلئة، الناس حتى الآن تجلس بجوار بعضها، لا يوجد هناك بوادر أزمة. هي خطوة تحسب للمملكة المغربية كونها خطوة استباقية لمحاصرة انتشار هذا المرض، خصوصا في هذه المرحلة الخطيرة، خصوصا أننا الآن لنقل لسنا مستعدين أو لا نعرف، حتى ليس لدينا الآن لقاح لهذا الفيروس. إذن كما ترون الحياة جد عادية، لا داعي للتهويل، فقط هي قطع الممرات البحرية والجوية، هي فقط مرحلة احترازية لكي نحمي البلاد من أي انتشار للوباء. هي لا تدعو للتهافت على المتاجر والشراء المواد الأولية، بل بالعكس يجب فقط الحذر من التجمعات التي يفوق فيها عدد الناس 100 شخص. هذا كله ما في الأمر. إذن هي خطوة متوقعة، قطع الخطوط هي جد عادية، إغلاق المدارس جد عادية، خصوصا في إطار انتشار هذا الفيروس. إذا إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، أترككم في صحة وعافية. إلى اللقاء.